اليوم جينا نعودوا للجدار ديال اندريك بيكيرش اللي معروف مراكش واللي كلشي كيعرفو. هذا الجدار كان دار في لو كادر ديال واحد لو بروجي اللي كان دار في اونتر 2015 و 2016 اللي سميتو تريسي المروكو، دار مع الارتيست اندريك بيكيرش بالفعل. اي كان دار معاه في لو توتال كان فيه 12 ديال الجدار في العالم كامل، منو هذا الجدار ديال مراكش. الوغ حنا كنعاودوا الجدار دابا حيت كان خاص لو مور يتعاود، اي او ميم طون باسكو كاين لوفيرتور ديال ليكسبوزيسيون ديال اندريك بيكيرش من نهار 25 افتتاح ديالها. اي دوكو قلنا نستافدوا من المجيء ديالو المغرب باش نعاودوا حتى لو مور ونعطيو صوره اجمل. الوغ كان خاصنا نعاودوا لو مور حيت الحيط كان بدا كيتقشر شويه والناس بداو كيردوا البال انه راه الحيط دا كيتقشر عندك الرسمه تمشي. دوكو كان خاصنا حنا نرياجيو او طون كو فونداسيون لي بورتوز دو بروجي. Et voilà, donc on a traité le mur ou aoudna m loul. Quand tu vois tarif, les gens trafoum, les chafou le mur aoud tmsah. ووصلنا بزاف ديال الرسائل وبزاف ديال لي زابيل كيقولوا لنا راه الحيط مساح راه خاصنا نرياجيو، مي بالفعل حنا كنا غير حنا اللي كنعاودوا فيه. دوكو كان خاصنا نقولوا للناس ما تخافوش الميغ رجع راه غير كنعاودوا فيه. هذا الشخص عزيز اللي كان في الرسمه هو واحد الشخص منه بحالو بحال بزاف الاشخاص اللي تلاقى معاهم الارتيست اندريك في مراكش وفي لي مونتان دو لاتلاس واللي كانوا انسبيروه بزاف. لقاءات اللي كانت عفويه اللي كان فيها بزاف ديال لي زيشونج كولتوريل، تعرف على الثقافات وعلى العادات وعلى التراث وعلى الناس الحياه اليوميه ديالهم كيفاش دايره. حاجه اللي عجبات بزاف الارتيست واللي انسبيراتو بزاف باش يبقى ديما يخدم على هاد الناس ويرسمهم في الحيوط ديال مراكش ولا في الحيوط ديال العالم كله. المراكشيين ولات عندهم علاقه زوينه مع هذا الجدار، وهذا الجدار اللي كيمثل رمز من رموز الجداريات في مراكش وفي المغرب aussi. اي الناس كيجيو ضروري خصهم ياخذوا صوره حدا لو مور ديال اندريك، والناس اللي ساكنين هنا ولا اللي توريست في المغرب ولا توريست انترناسيونال. My name is Hendrik Bikish, currently working in Marrakech. First day of redoing the mural and yeah, two or three more days to come. We did it in 2016 and also because of the earthquake the wall had some cracks. So some parts of the painting would chip off, so we thought it's about time to redo and repair to yeah, put it in a nice new light, so to say. So I've been coming to Marrakesh for the last 15 years roughly, and I'm working with Montresor Art Foundation, and Aziz, the man in the portrait, built most of the buildings at the Art Foundation, and I thought it's a nice kind of homage to Moroccan people and to like working class people to have them in a very prominent location in Marrakesh. I think art in public space or like art in general is always like communication, and in this case I think the communication has been fantastic because I have the feeling a lot of people know, like and appreciate the painting. This is why the majority of the people were kind of disappointed when it got painted over. So we said we directly have to redo it so people understand it just disappeared for a few days to kind of come back in a nice new edition, so to say. I think in total it's going to be 4 or 5 days to finish the mural. The last details are always kind of time consuming because I have to go back to the train station to check for like the final details and then go back on the crane to correct. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.